فاهم؟ ده بتسخن بس، اه اللي هو بتسخن اغني بقى اه يعني. اسموني بقى، ويوم ما اسموني هوكا. بتسخن بحاجه يعني صعبه كده، وهي كمان ما شاء الله صوتها حلو قوي قوي ميرسي ما والله، شاء الله شكرا، عليكي. ربنا يخليك. مش عايز تقول حاجه؟ انا قلت لها غني، هنغني هقول لها غني تاني. هنغني يعني، تمام. ماشي. طيب طيب سلمى، قولي لي، فكرتي بعد كده ان انت تدرسي حاجه ليها علاقه بالموسيقى والمزيكا، يعني تاخدي الجانب العلمي اكتر، ولا مكتفيه لحد دلوقتي بس بالموهبه؟ لا الحقيقه يعني الغنى بالنسبه لي موهبه بمارسها، بنبسط بيها جدا مع صحابي، بيني وبين نفسي، مع اهلي، مع الناس اللي بيحبوني، لكن كان انا اخوض بقى في دراسه الحاجه دي، لا ما فكرتش صراحه خالص كده. يعني اكتفيت ان انا تمام درست 4 سنين، شكرا. مش قادرة خلاص ادرس بقى، اه تاني. شكرا، مش قادرة تاني خلاص بقى، اللي هو انا خلينا نبسط بالغنى اكتر يعني. بس اوكي. طيب انت دلوقتي لما شاركتي في مسابقه الغناء الفردي في الجامعه، يعني شاركتي فيها كده وانت عارفه ان انت هتطلعي ما شاء الله هتاخدي فيها المركز الاول، ولا كانت المسابقه عامله ازاي؟ كان مثلا في مثلا جنبك كام حد مخوفك من المسابقه او مخليك متردده؟ بص، هو احنا عندنا جامعه عين شمس معروفه ان فيها مواهب جباره بصراحه يعني. امال امال مش من عين شمس معانا نقدرش كلها. نقول حاجه تانيه يعني. لا يعني ما شاء الله، حتى على مدار اي مسابقه بتخش فيها الجامعه معروفه ان عين شمس دايما توب يعني. بس المسابقه دي كانت على مستوى يعني هي كليات عين شمس. طبعا كان في مواهب جباره جدا، وناس كلهم يعني صحابي وعارفاهم وبقدرهم بحبهم جدا. بس الواحد بيبقى داخل اللي هو انا عملت اللي عليا والباقي على ربنا خلاص بقى يعني. وكانت مفاجاه طبعا كبيره جدا ان انا سنتين على التوالي انا مركز اول، دي حاجه ما شاء تشرفني الله. جدا طب الحمد لله. وغنيتي في المسابقه، بتغني كام اغنيه عشان توصلي للنهائي؟ لا هي بص، هي حفلتين تمام، حفله ذاتي وحفله كبرى. الذاتي بغني فيها السولو واحد عادي جدا، اوكي وبشوف المركز، والكبرى نفس الكلام، ده على مدار السنه هي اوكي اغنيه واحده يعني. بس اوكي غنيتي ايه بقى؟ اول اغنيه غنيتها كانت ليالي الانس اسمهان، وتاني اغنيه كانت ذكرى الاسامي. غني كلها بقى اي واحده فيهم. حاجات صعبه جدا وما شاء الله، يعني محتاجه حد صوته قوي وحد صوته طبعا. عارف يغني الحاجات الصعبه دي. طب انا مش هقول لك غني بقى، انا اللي قلت لها على انت قلت فكره. لها. ايوه اه ايوه خلاص قلت لها غني واحده منهم. دايما كده في تمام. نقاش، في دي مش شحنه كده. خناقه، دي تمام مش خناقه، خناقه ده خالص. نقاش. تمام. طب اسمعكم الاسامي بقى، يلا.